رسمي عن الوزارة بدوره المتواصل معنا دائما. معنا زميلنا الفاضل رافت الضوء من الجيزة، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير يا زين، بألف سلامة لحضرتك، ربنا يشفيك ويعافيك إن شاء الله. يا رب يشفي الجميع يا رب. الله يخليك. قولي الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 سنوات غيرت وجه الحياة في مصر بقيادة الزعيم عبد الفتاح السيسي. في مجال الإسكان أنشأ المزيد من المدن الجديدة التي تليق بالمواطن المصري. نعم. وفي مجال الصحة أطلق العديد من المبادرات. نعم. التي تستهدف علاج المصريين. نعم. وخاصة البسطاء منهم. نعم. القضاء على فيروس سي، مبادرة 100 مليون صحة. نعم. وفي مجال الزراعة زرع 1.5 مليون فدان. نعم. والمحافظة على الأراضي الزراعية. نعم. وفي الحماية الاجتماعية وفر برنامج تكافل وكرامة. نعم. القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع. نعم. وبالنسبة للشباب الاهتمام بهم والأخذ برأيهم. نعم. وعقد مؤتمرات شبابية. نعم. ليسمع لهم. وبالنسبة للمرأة في عهد الرئيس السيسي حصلت على حقوقها بشكل غير مسبق. صحيح، الحمد لله. حصلت بنسبة كبيرة في البرلمان والمناصب مثل المحافظة والوزيرة. نعم. وكذلك القضاء. وبالنسبة لأصحاب القدرات الخاصة كان متعاطفا معهم. نعم. قدم لهم الكثير من سبل الرعاية. نعم. والانتماء والدعم وتوفير العلاج المناسب لهم. الحمد لله. وبالنسبة للنقل أنشأ المزيد من الطرق الجديدة والكباري وخطوط جديدة للسكك الحديد والمترو. وفي مجال الصناعة. نعم. ارتفع عدد الشركات الجديدة والمشروعات القوية. عاش الرئيس السيسي. تحيا مصر. عاشت مصر تحت ظل الرئيس. نعم. السيسي. تحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا جزيلا زميلنا الفاضل استاذ رافت الضوي من الجيزه. دائما مصر، دائما عظيمه يا مصر، بفضل الله تعالى ثم بفضل